السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامج بكل جراءة من قناة مصر البلد، قناة مصر البلد لكل البلد. أتمنى في الساعة المباركة دي وكل بيشوفونا في كل مكان، أي حد بيتمنى أي حاجة اللهم أمين يحققها له، ويبعد عنكم المرض ويبعد عنكم الكرب ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. قول ورايا اللهم أمين. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن شوية حاجات كتير جدا لها علاقة بالرياضة والأجهزة التنفيذية والمحلية. نتكلم كمان عن جزء مهم جدا، هنتكلم النهاردة عن الفن والفنانين وهموم أهل الفن والخلافات والصراعات الدائرة بين النجوم النهاردة في وجود الشاعر الجميل الأستاذ صلاح عطية، اللي هنتعلم ونفهم منه أحوال الفن وأهل الفن ومشاكل الفن في حلقة خاصة جدا النهاردة أتمنى تعجبكم إن شاء الله. مبدئيا ببارك لكل مصري، ببارك لجمهور النادي الأهلي في مصر وبره مصر، ببارك لنفسي والكل بيشوفونا في كل مكان. ويمكن المباركة جاء متأخرة شوية، بس يعني هو الاحتفالات لا تنقطع. النادي الأهلي بيحصل على المركز الثالث، برونزية العالم. ببارك ببارك وبفرح، وما فيش حد عنده الفرحة اللي أنا فيها. الأهلي لعب أهم ماتشات من وجهة نظري كانت ورا بعض. النهاردة الأهلي بيحقق نتيجة كبيرة جدا. عارفين يعني ايه تالت العالم يا جماعة؟ يعني تالت العالم يعني اهم تلت فرق في العالم راح نافذ وخد البرونزية، وكان ممكن على فكرة لولا التوفيق ولولا الحكم ولولا حاجات كتير كان المركز التاني وكان ينفع ينافذ على البطل. الأهلي وجمهوره حالة ما اعتقدش بتتكرر في العالم. الحب اللي جمهور الاهلي فيه وحبه لفرقته وحبه لناديه ده ما بيحصلش. الاهلي ابتدى بماتش مهم جدا مع الاتحاد، وبعد هجومهم جمهور الاتحاد اللي هم اهلنا واخواتنا بالمناسبة شعب المملكة العربية السعودية اللي احنا بنحبهم وبنعشقهم يعني، وتحدونا وقالوا هنعمل وهنعمل والطعمية والكبسة، وانا ما كنتش احب النوع ده من الهزار يعني، بس ماشي الحال والحمد لله لعبتنا طلع ورجالة جدا وجمهورنا طلع قوي جدا ساند الفرقة لغاية ما فوزنا. يعدي شوية وقت يجي المباراة التانية، مباراة مهمة جدا بنتكلم في فرقة من البرازيل. وعشان انتوا عارفين ان انا مش رياضي قوي، فانا مش هقدر اقول لكم على متوسط الاعمار اللي كان من 35 ل 37 سنه متوسط اعمار لعيبه البرازيل، مش هتكلم عن بطء الحركه والتكتيك والتحضير اللي كانوا بيحضروا بيه، لكن الحكم كان ظلمنا بضربه الجزاء، وهم كمان طريقه لعبهم يعني توفيق هرب مننا، احنا كنا ممكن نكسب من الشوط الاولاني ولكن ماشي الحال. قدر الله ما شاء فعل، لعبنا مع فرقة مهمة من اليابان وقدرنا ننتصر عليهم وفوزنا، وده بيأكد حاجة، بيأكد ان والله احنا عندنا لعيبة بجد وعندنا مهارات بجد وعندنا محترفين بجد. لو احنا قدرنا كلنا ندعم كل الأندية تدعم لعيبتها بالشكل ده، وفكرة ان اللعيب الكرة لو لقى جو مناسب جدا انه يشتغل فيه يطلع منه افضل ما فيه. فانا بشوف من وجهة نظري لا، النادي الاهلي عنده حاجات كتير جدا، وان شاء الله الفترة الجاية هتلاقي الاهلي كمان شكله بيتغير جدا. هو داخل على السوبر المصري في الامارات، فبندعو رب العالمين يكون ماتش يليق بينا ويليق بلعيبة النادي الاهلي ولعيب ويليق بلعيبة مصر كلها. خلينا اقول كمان الزمالك عنده فترة كبيرة طويلة جدا يقدر يحضر فيها لعيبته، ويقدر يحضر فيها كمان لعيبة اللي المفروض هيقابلوا الجزء اللي جاي من المباريات المتبقية من الدوري العام، بجانب المباريات الافريقية كمان بيبقى بيستعد وبيجهز لها. دايما بقول ان النادي الاهلي هو مفيش اهلي ومفيش زمالك، يعني مفيش كرة مصرية. الاهلي والزمالك هم اديهم طول ما هم الاثنين بينجحوا وبيكبروا وبيحققوا نتائج المنتخب في خير. انا بس عايز اقول شكرا لمجموعه لعيبه كده، عايز اقول شكرا لمحمد الشناوي، بجد انت بتاكد لنا كل يوم انك بطل. عايز اشكر امام عاشور وبقول له اهلا بيك في مكانك وفي بيتك اللي حسيت فيه
بقيمة الموهبة اللي ربنا اداها لك وبتكلل بنجاح في بطولة. عايز اقول لمحمد هاني شكرا، انت كنت راجل قوي. عايز اقول لكل واحد في الفرقة لوحده كلام كتير جدا، ولكن النتيجة في الاخر فرحتنا. الف 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 شكر للعيبة اللي فرحت الكرة المصرية وفرحت جماهير الاهلي. ان شاء الله نتمنى في كأس العالم للأندية اللي هو هيبقى بنظامه الجديد اللي هو ال 32 فرقة في الثمان مجموعات، يعني هيبقوا كبار جدا، هيتعمل كل زي كأس العالم الكبير بس للأندية. إن شاء الله نتمنى الأهلي يحقق فيه نتيجة مهمة جدا، والإنتر كونتيننتال اللي هتحصل اللي هي على غرار كأس العالم للأندية اللي هتحصل كل سنة، إن شاء الله الأهلي حقق فيها نتيجة المرة الجاية نتيجة محترمة تليق بيه. مليون مبروك للأهلاوية، مليون مبروك للكرة المصرية، مليون مبروك لكل مصري حصول النادي الأهلي على البرونزية. خليني أقول لكم حاجة، زي ما قلت في بداية الحلقة إن أنا هتكلم عن الأجهزة التنفيذية، وزي ما قلت أنا هتكلم عن ايه اللي بيحصل في بعض الاحياء. هتكلم النهارده عن احد الاحياء النهارده، بس خليني قبل ما اتكلم في احد الاحياء عايز اشكر بقى المصريين على الصوره المشرفه اللي في كل محافظات مصر ووقوفهم في الانتخابات الرئاسيه 2024 اختيار رئيس مصر. من هنا ويمكن برضو متاخره، بس انا ببارك لنفسي وببارك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له مليون مبروك. اللهم امين تكون مرحله خير علينا كلنا. ربنا يوفق حضرتك في كل قرار وفي كل ملف بتفتحه. ربنا يكرمك في كل خطوه بتمشيها في صالح بلدنا واهل بلدنا وخير بلدنا. الف مليون مبروك ان احنا عندنا رئيس مصر باذن الله نحقق معاه رؤيه مصر 2030 ونشوف خير لينا ولولادنا والاجيال الجايه كتير. بس انا زي ما ببارك لحضرتك على رئاسه مصر في دوره رئاسيه جديده، انا ببارك للمصريين بقول لهم شكرا على كل واحد وقف وحس بالمسؤوليه وحس بقيمه صوته وهو واقف قدام صندوق الانتخاب. وانا شفت ده بعيني، نزلت مع كاميرا مصر البلد وغطيت محافظة القليوبية ونزلنا وشفنا، نزلنا شفنا منطقة ألمة وكفر أبو جمعة، ونزلنا مع السيد خالد كمال لفنا على المدارس وصورنا مع أهالينا هناك وشفنا. كان معايا أستاذ محمود النجار، كان يوم حلو جدا وكانت الناس فرحانة، ناس بتغني وناس سعيدة، وكانت بالنسبة لهم يوم عرس ديمقراطي مهم. وعشان كده أنا بقول المصريين دول اوعى تراهن عليهم، اوعى تراهن عليهم. يعني ما تجيش تقول ايه لا ده المصريين مش هينزلوا، وانا كنت قلت ده في حلقتي بالمناسبه، كنت بقول يعني في بعض يقول لك ايه واحنا ننزل ليه واحنا صوتنا هيغير ايه، قلت ده في الحلقه اللي قبل كده، قلت المصريين بيفوا. لا ما تراهنش على المصريين، تقول المصريين مش هينزلوا اصل هم عارفين وبس اللي بيقولوا النتيجه. المصريين ما تراهنش عليهم، المصريين لما بلدهم بتحتاج لهم بيجروا بالمشوار. بلدهم يوم ما تحتاج لهم او يحصل تحدي يقول لهم احنا بنتحداكوا، لا المصريين ما حدش يتحداهم. والرساله دي حرفيا سافرت وراحت للدول الكارهه، الرساله دي سافرت خرمت عينين كل خاين كل عميل، الرساله دي كانت سهم في وسط راس الاعلام الخاين اللي بره اللي طول الوقت عمال يفسر ويلمح ويبين ويبرهن على ان مصر مش هتقوم لها قومه، وان المصريين شايفين حياه صعبه، وان 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 وان. دي كانت رساله. علشان كده بقول لكم شوفوا لكم بقى حاجه تانية اعملوها، فكره استقطاب المصريين او فكره انك تغير عقيده المصريين او انك انت تروح في منطقه لا ده انا بقول كده عشان المصريين احوالهم تتاثر او تتغير او يكرهوا او ابدا ابدا. المصري ده عنده ترمومتر جواه بيقيس درجه حراره الحياه حواليه، فانت مش هتعرف تغيرها. المصريين واعيين مقدرين حاسين بقيمة اللي بيحصل وعارفين حجم المشكلة العالمية الاقتصادية اللي بتقابل العالم كله، فمقدرين. المصريين
لما البلد احتجت لهم وقالت لهم اقفوا يا مصريين صدوا معانا، كان الشعب كله جاهز وملبي النداء. وده اللي حاصل لو حضراتكم يعني بتتابعوا، وانتوا طول الوقت شايفين الحالة اللي احنا فيها، حالة ايمان صمود ورا قيادة سياسية، ورا بلد، ورا جيش وشرطة. فاحنا بنقول يعني المصريين دول بيبعتوا رسائل كل يوم للعالم يقولوا ان المصريين شعب قوي لا يقهر، شعب قوي يؤمن ان الوطن اهم حاجة في الدنيا، فهم متدفيين في الوطن فبعدوا عننا واحنا ربنا هيكرمنا اخر كرم. الاحياء النهاردة انا اخترت اتكلم عن حي رود الفرج برئاسة قائد المنطقة الشمالية، قائد المنطقة الشمالية في محافظة القاهرة الدكتور حسام فوزي، وبرئاسة السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. وبنتكلم عن رئيس حي رود الفرج السيد حمادة رزق. هعرض الجانب المضيء في اللي انا شفته عن الحي، وهقف عند الجزء اللي انا متضايق منه عند الحي، وانا وقوفي عند الجزء اللي مضايقني ده عشان نخلي اهالينا في رود الفرج يعيشوا حياة كريمة مبسوطين فيها. بدعم حضرتك يا باشمهندس حمادة عشان حضرتك تقدر تكمل مهمتك الصعبة في القضاء على العشوائيات والإشغالات وضبط الأسواق وما شابه. سيد حمادة رزق، المهندس حمادة رزق، نزل عمل أكتر من لقاء مع أصحاب السوبر ماركت الكبيرة وأصحاب الأفران، ونبه على الالتزام بالأسعار، ان المواطن ياخد الحاجة بسعرها الحقيقي من غير ما نزود عليه، ان المواطن ياخد خبز جيد بسعره الحقيقي من غير ما نزود عليه، ان ياخد كل خدمة وياخد كل حاجة المواطن بسعرها الرسمي من غير فكرة الاحتكار ومحاربة الاحتكار. شكرا باشمهندس حمادة. نزلت للجزارين، نزلنا للجزارين وعملنا حملات نتأكد من سلامة اللحوم وبسعر اللحوم، ان اللحوم مدبوحة في المدبح وما شابه. شكرا باشمهندس حمادة. نزلنا كمان الافران نتاكد ان الافران بيبيعوا العيش بالوزن المظبوط وبالسعر المظبوط وبالجوده المظبوطه، ان المواطن في رود الفرج يحصل على خدمه جيده. شكرا باشمهندس حمادة. ايه تاني؟ باشمهندس حمادة رزق ما بيقفلش باب مكتبه، اللي عايز يقابله يتفضل يروح مقر الحي ويقدر يقابله ببساطه. كلام ده على عهدتي، على عهدتي انا، وانا بقول لكم الراجل بيقابل كل الناس كده. حقك وشكرا وقلناه لك. عندي بقى عجائلين موجودين قصاد مبنى الحي في شارع شبرا. ايه ده اللي بتقوله ده؟ بقى عجائلين قدام الحي؟ يعني مش في حاره ضيقه ومستخبيين من رئيس الحي؟ لا، ده عند الحي يا عم. ايه اللي بتقوله ده؟ اقسم بالله عند الحي، البياعين يمين وشمال الحي قاعدين ولا حد بيقول لهم بتعملوا ايه. اذا انت ضد البياعين؟ لا، انا مع البياعين، ياكلوا عيش جدا، بس ياكلوه ازاي وباني طريقه؟ واصحاب المحلات اللي بيدفعوا فلوس المحلات وايجارات المحلات بيدفعوا قد كده، حقهم فين؟ لما انا بعمل محل مكلف جدا وصارف عليه كتير جدا، وحد جايب جرجير وبطاطس وبصل قدام المحل وبيبيعها، ده كده سويقه، كده دي عشوائيات. فانا ببعت رساله لحضرتك يا باشمهندس حماده، وانا بقول لحضرتك انا بقدرك جدا وبحترمك جدا، وبشايف ان تحت اشراف السيد الدكتور حسام فوزي انتوا بتقدموا رساله بليغه جدا في خدمه الوطن وخدمه المجتمع وخدمه اهالينا في فرود الفرج. البقى الجائلين دول اخبارنا فيهم ايه بقى؟ اعمل لهم سوق، او الحقهم باي سوق، او مشيهم. ما عندهم بيوت وعندهم ماشي، ما انا ما اعترضتش، ما عندهم بيوت بس الشارع يمشي، الرصيف اتعمل عشان الناس تمشي فيه مش عشان الناس تبيع فيه. الناس ما يجيش راجل من محافظة تانية كان بحري او كان صعيد وجايب الفرشة بتاعته يحطها في شارع من اهم شوارع القاهرة، شارع شبرا، وحاطط قدام الحي بقى عجائلين، واحنا المفروض نسكت. لا، مش هنسكت، مش هسكت، ما يرضيش ربنا ابدا. شارع شبرا
والدولة دفعت فلوس قد كده عشان ترفع تطوير الشارع وتعمل تطوير للشارع، وفي الاخر انا الاقي البياعين قصاد الحي. يعني يا ريت في حارة ضيقة مثلا شارع ابو الفرج، انا ببعت برضو لحضرتك رسالة، وشارع ابو الفرج فكهنية واخدين تلتين الشارع ومحدش قادر يقول لهم حاجة. ولما هسأل سيادتك هتقول لي ما انا بعمل حملات. ماشي، الحملات بالنهار، طب وبالليل في شارع خلوصي الحملات الناس فرشة قصاد محلات دفع ملايين والشباب واقفين فرشين وبياكلوا عيش. انا مش ضد والله، بس مشوا الشارع. ما هو بصوا، انا اللي انا بقوله ده اتعلمته من السيد رئيس الجمهورية. اللي انا بقوله ده انا اتعلمته من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لو احنا هنسيبها لكل واحد يبني زي ما هو عايز ويسكن زي ما هو عايز ودخل ميه زي ما هو عايز بشكل عشوائي كده، مش هتبقى بلد. انا بقول لكم انا بتفرج على لقاءات الرئيس وبتعلم، باخد منها عظه. لقاءات الرئيس بيها عظه، بتقول لك انها لا، هي مش هتمشي كده، احنا في بلد فيها قانون. انا النهارده ما يبقاش محل مرخص في شارع اسمه خلوصي دافع ملايين الجنيهات او مئات الالاف من الجنيهات شهريا ايجار، ويجي كام واحد شباب مع بعض يروحوا حاطين فرش ملابس في وسط الشارع. هنكلم رئيس الحي يقول لك ما احنا بنعمل حملات. ماشي، حضرتك بتعمل حمله بتمشي من هنا بترجع تاني، طب هنعمل لهم ايه؟ لا نعمل لهم كتير. هو لو عارف ان الحمله، هو مش عارف هي نازله امتى هيخاف؟ هو لو انت قدرت توفر له مكان يقف يبيع فيه، حضرتك اقعد بقى خطط كده ايه اكتر مكان ممكن حته ارض فاضيه ونأجرها للشباب والدوله تستفيد ان هم يبيعوا ويشتروا. ما عندناش، ما يقفوش. ما انا النهارده في شارع خلوصي ده، وانا هعرض لحضراتكم صور لشارع خلوصي. الشارع ده عباره عن 20 30 متر عرض، لما يبقى رصيف وناس بتبيع وعربيات عايزه تمشي يبقى عربيه الاسعاف اللي شايله مريض ورا مات. لما يبقى المحلات راجل صاحب قهوه واخد محل قهوه، وانا برضو من ضمن انا مش ما بخليني اقول لحضراتكم، انا برضو مش بألف. اللي انا بقوله ده حضراتكم بتشوفوه واللي بيتفرجوا عليا شايفينه في كل المناطق او في بعض المناطق. ما يبقاش واخد المحل 2 3 متر وحاطط قصاده 50 كرسي وبيعتمد على ان هيعملوا لي محضر وقبل ما يجوا هبقى لم الكراسي، او ما حدش هينزل له عشان مش عارف هو حيثيات العلاقة اللي دار بيها المشروع ايه، مش عارف. ده ما يرضيش حد، ما يرضيش حد. مش هنحس بقيمة جمال بلدنا طول ما في العشوائيات دي، والعشوائيات دي مش لازم تبقى عشوائيات بنا، ممكن تبقى عشوائيات بيع، يبقى عشوائيات اسواق، يبقى عشوائيات بقى عجائلين. وبلاش نرفع شعار دي ناس غلابة هيعملوا ايه، الناس الغلابة ياكلوا منين، كلنا غلابة. وانا مع الغلابه، وانا قبل الناس دي كلها بقول والنبي عايزين الغلابه نقف. انا ده بس الغلابه ياخدوا حقوق مش حقوقهم من باب احنا غلابه، ما تنفعش. الغلابه ان احنا واحنا بنتكلم عليهم انزل شوف حجم البلطجه اللي بيتكلموا بيها وبيتصرفوا بيها، فما تقوليش غلابه، دول مش غلابه، دول مش الغلابه. احنا الغلابه، احنا اللي عايزين نمشي في الشارع ومش عارفين فاحنا الغلابه. احنا اللي عايزين نبقى عندنا طريق بنتحرك فيه ومش عارفين فاحنا الغلابة. احنا اللي عايزين نروح نخبط على المسؤول نشتكي له من واحد حاطط حديد قدام بيته ويقول لك انا الشارع بتاع الحتة دي انا هركن فيها عافية. احنا كده الغلابة. احنا الغلابة لو مش عارفين ناخد حقنا جوه بلدنا من واحد بيستخدم سلطته او قوته او سلطانه او امكانياته او قدرته في ان هو يحاربني وانا بطولي مثلا. احنا في دولة قانون. فانا بقول لحضرتك انا ابتديت النهاردة بحي رود الفرج، وكل اللي انا عرضته عرضت لحضرتك باشمهندس حمادة صور حلوة جدا وانت نازل تعمل حملات بتأكد فيها على ثبات الاسعار، وبتأكد فيها ان المواطن ياخد الحاجة بسعرها وان اللحمة تكون من مصدرها السليم وبسعر سليم. الف شكر حضرتك، بشكرك والله بجد. بس نفس التوقيت قدام مبنى الحي ببعت لك استغاثه، بقول لحضرتك الباعة الجائلين مخليين شكل الدوله مش حلو. ما انا لو انا مواطن في الدايره دي
وشايف ان المبنى اللي يمثل الدولة اللي هو اسمه مبنى الحي قصاده في اشغالات وباعه جائلين، دي رسالة بتقول ايه؟ حضرتك قول لي، حد يرد عليا، دي رسالة بتقول ايه؟ لما الدولة كيان الدولة متمثل في المبنى ده، والمبنى ده قصاده ناس بتستخدم الشارع بدون وجه حق وبيضربوا بالقوانين، القوانين عرض الحائط واقفين، دي رسالة انا كمواطن لما قاعد اشوف بتقول لي ايه يعني؟ ارجوك يا باشمهندس حماد، عايزين نرجع الشارع تاني، بطلب من كل السادة رؤساء الاحياء ابعتوا لنا وخلينا نشوف كل يوم رسالة وبطولة جديدة لحضراتكم وانتوا بتنفذوا القانون على الجميع. ابعتوا لنا صور، وانا بتابع يوميات رؤساء احياء كل يوم، بتابع والله يوميات رؤساء الاحياء، بشوف الشارع قبل وبعد وقبل وبعد. انا مشكلتي بالليل، بالليل عايزين نبتدي مع رئيسنا في 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 بداية جديدة، نمسك في ايدين رئيسنا كلنا، مسؤولين، مواطنين، موظفين، رؤساء احياء، ونكنس الهموم، نكنس كل ما هو محدش ياخد حق مش حقه من النهاردة. هنقدر؟ اه نقدر، اصلها مش كيمياء، نقدر، نقدر لو كل واحد خد حقه، لو المواطن عارف انه هيتسأل ورئيس الحي عارف انه هيتسأل، لما انا هقدم شكوى للمحافظ في رئيس الحي والمواطن هيتقدم في شكوى لرئيس الحي، يعني كل واحد عارف ان في شكوى هيتاخد فيها اجراء، لو كل واحد عارف ان الشكوى هيتاخد فيها اجراء حياتنا هتتغير، حياتنا هتبقى احسن، حياتنا هتبقى افضل، وده اللي انا بتمناه في الفتره الجايه، كلنا نبني بلدنا، بلدنا حلوه قوي، وطننا احلى قوي، ان شاء الله يحلو بينا ويحلو طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض. انا بشكر كل العاملين في الاجهزه التنفيذيه والمحليه، ارجوكم ما حدش يزعل مني، انا في الاخر انا مش ساكن في رود الفرج، انا في الاخر مش خايف غير على اهالينا في رود الفرج، وده كان قصدي. بعد الفاصل هيكون معايا الشاعر الكبير اللي هيشرفني وينورني، الشاعر صلاح عطيه، اللي هنعرف منه اخبار كتير وخلاف دائر بين نجوم الاغنيه الشعبيه على كلمات والحان وحاجات تانية كتير. خليكم معانا فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، نكمل حلقتنا النهاردة في برنامج بكل جرأة. بشوف ان كل مهنة بيكون عليها حارس او حبيب او رقيب او صوت يعبر عن هموم المهنة دي، وانا وجهة نظري البسيطة ان الاغنية الشعبية في الفترة دي محتاجة ناس كتير جدا تساعد وتسند وتراقب وتبرز تفاصيل كتير جوه الوسط الفني. عشان كده بيشرفني يكون معايا الشاعر والمؤرخ الموسيقي المحترم النجم صلاح عطيه، اللي بيشرفني ونورني. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد، ده الشرف ليا والله ان انا، اللقاء ده اتاخر طبعا لاني بحبك من بدري قوي ومتابعك طبعا، متابع البرنامج الجميل ده. تسلم. وكان نفسي اكون معك من بدري، بس كل حاجه نصيب وفي وقتها. فشرف ليا يا استاذ. شرف ليا. وخليني اقول لك موضوع الحلقه النهارده ملعبك حبتين. موضوع حلقتنا النهارده هي اللحظه اللي مكان الاغنيه الشعبيه متربعه على عرش الوطن العربي، وكان نجوم الاغنيه الشعبيه حسن الاسمر ومحمد رشدي واحمد عدويه وكريم محمود واسماء كبيره جدا جدا، مرورا بالجيل الذهبي رمضان البرنس وعباسط حموده واشرف الشريعي، اسماء كتير جدا، ودخلت علينا جريمه هنتحاسب عليها في يوم من الايام اسمها المهرجانات. وابتدت بوكا وورتيجا مرورا بشوية أسماء تانية كتير منهم السادات وفيفتي و و و وصلنا إلى شاكوش وبيكا وأسماء تانية كتير. وبرضو ما كانش عندي مشكلة، أنا كان عندي مشكلة إن الأغنية المهرجان، قلت إن الأغنية الشعبية هتطفي في يوم من الأيام وهتنتصر عليه، لأن الأغنية الشعبية من وجهة نظري حق والمهرجانات هي الباطلة. ما حصلش كده. احكي لي التجربة من وجهة نظرك، شفتها ازاي ووصلنا لايه فيها؟ طيب خلينا بس نقول ان احنا ما احناش ضد لون ومع لون، احنا مع كل حاجة هتكون في اطار الاحترام
تكون من خلال الفن احنا معاها. حكايه الالوان المختلفه هو اكيد كل واحد هيحكم على ذوقه، يعني في ناس ما بتحبش الاغاني الاضطرابيه وبتحب الاغاني الايقاعيه والعكس صحيح. فحكايه برضو اللي احنا بنستشهد بيه دلوقتي استاذ احمد عدويه لما ظهر في 73، هو بالنسبه لهم ده كان اسفاف، لانه كان في وقت عبد الوهاب وعبد الحليم وام كلثوم، مع يعني احترامنا للاسماء دي كلها. لكن دلوقتي انت بتستشهد بيه الاستاذ احمد عدويه، هكذا هيجي في وقت من الاوقات هتقول ان المهرجانات واللي حاصل ده تصدق كانت حاجه جديده، زي ما دلوقتي بيستشهدوا وبيعملوا نوستالجيا او حنين للماضي في اغاني التسعينات حميد الشاعري، رغم ان حميد الشاعري وكل الفريق اللي كان معاه من المطربين ملحنين شعراء كله وقتها اول ما ظهر كان بيتهاجم ليه على النهار، وكل اللي كانوا بيقدموه في الغنوه الشعبيه اللي الغنوه الشبابيه كانت بتسمى الغنوه الهبابيه كمان، وكل النقاد ومش عايز اقول ان كان متزعمهم طبعا استاذ حلمي بكر، برضو عايزين نقول نتمنى له الصحة والشفاء العاجل، طبعا ربنا يديه الصحة، لكن التاريخ خلاص اتكتب. فخلينا نقول ان الأستاذ حلمي من ضمن أساتذة ونقاط كتير كانت بتهاجم حميد الشاعري وكل اللي بيحصل له، لدرجة حصل موضوع الإيقاف عنده ده. طيب انا عايز اوصل اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان اللي انت كنت بتقول عليه زمان وحش، الايام اثبتت انه كان غريب عليك، هو ما كانش وحش، هو كان غريب على الذائقه الموسيقيه بتاعتك، فانت تقبلت عدويه بس بعدين، تقبلت حميد الشاعري بس بعدين، وتقبلته بقى بالنسبه لي هو المرايه، بقى هو الدليل، بقى هو الشاهد. يعني انت عايز تقول لي ان زمان ما كناش متقبلينه ومع مرور الوقت تقبلناه وبالنسبه لنا بقى هو الشاهد ان ده الاغنيه الشعبيه، فبعد شويه المهرجانات او اللون ده هو اللي هيبقى الشاهد وهيطلع الوان تانية اقل منه في المستوى؟ طيب هو انا مش حكايه ان اتقبله، في فرق ان انا اتقبل الشيء رغما عني اللي هو غصب عني بقى خلاص هقبله، وفي فرق ان انا لا انا كنت ظالمه ما كنتش فاهمه، وده اللي كان معروف هم كانوا ظالمين عدويه. لكن تعالى هات لي اي غنوه العدويه، يعني خليني برضو استشهد بحاجة، كانوا بيقولوا ان غنوة حبة فوق حبة تحت غنوة جنسية، تخيل الغنوة، خلينا بس نقول جزء منها كده، بتقول البدر ساكن فوق وانا اللي ساكن تحت، بصيت لفوق بشوق ده بقلبي وانجرحت، يا الله يا اللي فوق ما تطلوا على اللي تحت، ولا خلاص اللي فوق مش داري باللي تحت، شباكها بالستاير ومزيناه عنباية، قفص فيه طير وحاير بيفكرني بحكاية، حكاية قلب حب والشوق حاكم عليه بنظرة عين يحب، ولا حد يحس بيه، لو كان البدر عالي كفاية النور يجينا، وإن كان الود غالي الله يعوض علينا، كفاية نشوف جماله إن شاء الله من بعيد، ولو نخطر في باله أيامنا هتبقى عيد. قل لي حرف واحد فيه إسفاف ولا حرف، لكن هم كانوا رافضين تجربة عدوى، فيقول لك حبة فوق وحبة تحت، الرجل ده يقصد، لا ده 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 دماغ مريض اللي بيتكلم. لا بس برضه في شوية أغاني يعني وقتها أنا لو كنت إيه؟ معانهم كنت أعترض، اللي هو إيه زي لا إيه؟ يعني بتقول لك الصح الدح، ماله صح الدح؟ إيه الدح ده؟ اللي هو إيه لا مؤاخذة معلش الدح يعني؟ طيب. ودي الواد لأبولي وقول له حاجة راحت فين؟ مش ابنه يعني الهدف راحت فين يعني؟ يعني مش هي أكيد مش فاضية بتطبخ أو بتعمل حاجة. خلينا برضه نرجع إن برضه يا أستاذ محمد أنا ما بقولكش إن أنا هرتضي بالأمر اللي هو رغما عني، لا انا اوقات كتير ممكن احنا بنظلم، يعني في ظلم للتجربه، في ظلم بيحصل ان هو انت تصدق انت ما فهمتش الفيلم ده والوقت هينصف الفيلم ده. طيب ماشي، ما تطبق ده على المهرجان وفهمني كده وجهه نظرك فيه. انت هنا بالنسبه للاحداث، طب يعني خلينا نناقش المهرجان، اجري بقلت الزمن كده. طيب قول لي اولا خلينا نقول حاجه واتكلمنا فيها كتير، اللي احنا مش ضد النوع معين من الموسيقى، فيش زي ما بيقولوا ما فيش نوتة قليلة الأدب، نوتة موسيقية، لكن في كلمة قليلة الأدب. على فكرة المزيكا كلها ما فيش حاجة اسمها قليلة الأدب، لكن في كلمة، لأن الناس مش هتمشي في الشارع تزمر ببقها، لكن هتمشي تقول كلام وحش أو تكتب على بوستات كلام وحش. مظبوط. طيب أنا دايما بقول هو إيه المانع أن يكون على السفره اللي بتاكل عليها جميع الانواع، اللي كل واحد ياكل اللي عايزه، هكذا السمع كل واحد ليه الذائقه الموسيقيه. بس ما ينفعش يكون فجاه بيتحول السفره دي اللي كلها فسيخ، لا فسيخ بالطحينه وفسيخ بالليمون وفسيخ بالشطه وفسيخ بالصلصه وهنحل الفسيخ بس، والاكل الصحي الهيلثي السليم يعني بيتلاشى من على السفره. طيب اللي انت بتقوله جميل جدا، وده برضو مفتتح لحاجة، بس خلينا نقفل موضوع المهرجانات. الاسفاف هو في الكلمة مش في المزيكا، يعني احنا خلينا نتقبل المزيكا كل واحد براحته، لكن الكلام لا، انا ضد ده، ضد ان اي كلمة خارجة
صاحبها هيتحاسب اذا كان شاعر او اذا كان مطرب وافق على الكلام ده. طيب اللي حضرتك اللي بتقول عليه ده مهم جدا، اللي هو ايه، هو ليه احنا بقينا كلنا شبه بعض؟ كان زمان المطرب الشعبي كل مطرب ليه مفردته وليه لونه وليه مزيكته والاداء الخاص بتاعه. احنا فعلا دلوقتي اصبحت الناس كلها شبه بعض. والدليل مع احترامي ليك بقى، وده هياخدنا الى يلا رضا البحراوي ومحمود الليثي الاثنين اخواتنا وعلى راسنا وحبايبنا، وانا ماليش لا مصلحه مع ده ولا مصلحه مع ده، وبحب الاثنين في الله. فجاه بقى لنا شويه البعض بيدعي ان هم على خلاف، وانا بقول قول الفصل، ما فيش خلاف بين رضا البحراوي وبين محمود الليثي، ومن مصادري انا بقول لحضرتك ما فيش خلاف بين رضا البحراوي وبين محمود الليثي. بس انا واقف عند ليه فجاه الاثنين دول بيغنوا اغنيه او نوع معين من الغنى او ريحه كده معينه من الغنى الاثنين في حته واحده؟ ايه بقى؟ طيب خليني اقول لك اني زي ما انت برضو حضرتك ليك مصادرك، انا والله العظيم محمود الليثي النجم محمود الليثي اخونا وحبيبنا قال لي رضا اخويا وحبيبي. كلمك؟ والله اتكلمت معاه فعلا. امتى؟ لما نزلت البوست ان انا هطلع معاك كان لازما اساله عن الغنوه والمشكله اللي ما بينه. قال لي اولا مفيش اي مشاكل اخويا رضا، اخويا وحبيبي مفيش اي مشاكل، كل ما هنالك ان انا الغنوه دي تحديدا. هو اصلا ده عشان برضو في ناس بتقول هو مين الملحن، هو اصل الغنوه دي هي غنوه غربله البر كله، خلاص في 2012 مصطفى حجاج وكلام الشاعر ناصر جلال اللي هو اشهر حاجه ليه لو لعبت يا زهر. لازم نقدم له التحيه برضو حبيبي عم ناصر جلال. طبعا حبيبي ولازم الناس اللي اشتغلت مع عم ناصر تقول اسم الراجل ده طبعا. لاني انا بشوف ان دور الشاعر مهم جدا والملحن، لان دول صناع العمل. طيب خلينا في موضوع رضا، ورضا نجم جميل جدا وكلنا بنحبه برضو. هو ايه اللي حصل؟ خلاصة الموضوع ان في 2012 مصطفى حجاج الفنان جميل لحن غنوة اسمها غربلت البر كله غناها، وكل مطربين بحري غنوا الغنوة دي، وعلى فكرة الليثي غناها والبحراوي غناها غربلت البحر كله زي ما هي كده، غربلت البر كله. اسف. ايه اللي حصل في 2020؟ رضا البحراوي عمل غنوة اللي هي سمعت كلامكم عنه، اللي هو نفس اللحن على فكرة، وكسرت الدنيا وضربت معاه. انا بشوف اني عادي ممكن كلنا نغني لحن واحد، زي ما عمنا شعبان عبد الرحيم الله يرحمه كان بيغني التيمة بتاعته بس كان الكلام مختلف وهكذا. انا بس رضا عمل كده. عايز اطلب منك طلب عشان بس الناس اللي بتشوفنا ما بتبقاش عارف يعني ايه غربلت البر كله دي مش في ودنهم، فانا مش عايزك تغنيها بس عايزك ايه تهمهمها. انا عشان لا لا تهمهم بس لهم غربلت البر فيبقوا سامعين التيمه بس، ما هي يعني زي بس سمعت كلامكم عندي. بتقول لا انا مش عاوز اقول، مش هتغنيها والله. لا افتح بقول لك كيف. استنى بس احنا مش هنغنيها، انت هتهمهم عشان الناس تفهمها، ما تتقطعش والله عشان الناس تفهمها. طب هقول لك بس الناس تقدر دلوقتي، الجمهور بتاعنا الجميل تقدر تدخل على يوتيوب. مش هيخش. طب هقول لك بس والله انت البرنامج بتاعك متشاف جدا. طب خلينا نزق الدنيا يا استاذ صلاح بيه بعد اذن سيادتك. الجمهور مش هيخش على اليوتيوب اثناء الحلقه، انا عايز افكره بس، انا عايزك وانت بتتكلم تهمهم لنا عشان نفتكر التيمه، مش عايزك مش هنتسلطن بال. طب ماشي اوكي، انا بس عايز خليني اقول بس الجمله دي ومش ههرب منك. انا معاك، الغنوه اتعملت 2012 ورضا البحراوي عمل غنوه سمعت كلامكم عني وضاف سمعت كلامكم عني وضاف لها. طيب لما تيجي تقول لي الليثي الكلام ده يقول لك على فكره انا خدت تنازل حقوق الغنوه دي من 2012 من مين؟ من الشاعر ناصر جلال. خدها فعلا ومعاه ورق، معاه ورق بالكلام ده. طب لما جيت سالته طب ليه يا محمود انت ما نزلتش؟ فالراجل كان مقنع جدا، الغنوه التكنيك بتاعها في الغنى بيسموه الموسيقيين قاعد، الريتم قاعد بتاعها في فتره 2012 كانت كل الاغاني المقسوم السريع اللي هو عمل فيها حط ايده يا والحاجات بتاعه السبكي مع بوسي وكذا وكذا وزلزال فيما بعد 2014، فالدنيا كانت سريعه مش مناسبه. هو برضو محمود عنده حته ذكيه جدا، اللي هو ايه، محمود بيعمل اغاني كتيره وبيخلي الاغاني دي في توقيت معين، الغنوه دي تنفع في الجو ده او كذا، ومطربين بس ده مش صح بالمناسبه، دي مش بتاعتنا، انا بقول لك واقعه وبعد كده الصح والغلط هو ادرى بيه. المهم بعد ما نزلت دي حصل ان مصطفى حجاج مع الشركه عمل ريميكس للغنوه تاني وعاد توزيعها ونزلها في 2021. للعلم برضو في الفتره دي عمل دويتو هو ورضا، يعني مصطفى حجاج ورضا عملوا دويتو في 2020 اللي هو ابويا قال لي زمان. بالظبط بالظبط. طب فين الليثي من ده وفين الغنوه؟
جينا بقى في الغنوة 23 حصل ان ده عمل اخوك يشرف بلد مع عمر كمال، ورضا عمل عملت اقول انا وانا. السؤال بقى، اخوك يشرف بلد وعملت اقول انا وانا، دي رسائل ولا دي اغاني ولا دي صدفة؟ لا ده المعنى في بطن الشعر زي ما بيقولوا. انت راجل مؤرخ. هو انا دلوقتي وراجل مؤرخ ومطلع عليهم وناس صحابك. لا ما هو في اللحظة دي وانت بكلم محمود الليثي بنفسك. ايوه طبعا، ما انا لازم انا عايز صدفة. لا مش صدفة، في خناقة اللي ايه اللي حصل. لا ماليش دعوه بالخناقه، انا بتكلم على مكالمتي ليه، عشان لو في معلومه عايز يقولها يبقى من حقه ان انا اعبر عنها. سؤالي بيقول الاغنيتين دول معمولين صدفه، ان رضا يغني في التوقيت ده وفي اللحظه دي الشكل ده من الكلمات، ويرد محمود في نفس التوقيت بالشكل ده من الكلمات، صدفه ولا مرتبه ولا ردود على موقف حاصل؟ انا بشوف ان دي السمه الغالبه في الاغاني بتاعتنا، اللي هي ده اللي ماشي دلوقتي. زي ما تسال شاعر زمان يقول لك هو كل الاغاني الدراما اللي انت بتعملها ده كانه ما بيحبش مثلا. ما هو اكيد دي الراجل مش بيقطع شرايينه كل يوم، اكيد كانت في تجربه عنده والراجل بيستدعي. ما هو الكتابه هي ايه؟ ذكي انت والله. مش موضوع ذكاء، انت عايزني اقول لك رضا بيقطع؟ لا انا بسال محمود يعني. ما انا لو عايز تقول، لو انا عايز اقول لنفسي انا هقول انا مش هتكسف. طيب. انا بس سؤالي هو، انا بقول لك هي صدفه ان الاثنين في وقت واحد في اسبوع واحد في اسبوعين ورا بعض؟ ولا محمد. لا لا انا ما اقدرش اقول ده، بس اللي انا اقدر اقوله ان اللون ده هو اللي ماشي دلوقتي، وفي رواج واقبال كبير جدا من الشباب الصغير على النوعيه دي من الاغاني. طيب يعني ده معناه ان انا هقابل احمد عامر ومحمد سلطان بيعملوا نفس النوع ده من الاغاني في خلال الايام دي؟ على فكره الاسمين اللي انت ذكرتهم محمد سلطان واحمد عامر، حبيبك محمد سلطان، محمد سلطان اخويا وحبيبي طبعا، اشتغلنا مع بعض، عملنا ناس ولاد لذينه وكدابين الزفه ونجحت حبيبك كبيرة. محمد ده اخويا طبعا، وعلى فكره احنا بلد يعتبر واحده. متوقع تعملوا حاجه قريب مع بعض؟ والله بص يا استاذ محمد، انا الكذب على الله خيبه، انا محمد احنا بطلنا شغل او ما بنشتغلش من كدابين الزفه 2018. ده سيبهولي، ده هرجع لمحمد سلطان في الحكايه، بس انا عايز اجابه على دول. يلا. متوقع ان الاقي النوع ده من الاغاني، النوع اللي فيه مسجز يعني خلي بالك انا وانا والشغلانه شغلتي والحته حتتي والقلب قلبتي والبتاع اللي هي فكره كل حاجه انا كل الصراعات انا بعرف اعملها. ايوه. هلاقي مطربين بيغنوا من المنطقه دي؟ طب وليه لا؟ طب ما الهيبه اللي كتبتها لاحمد عامر ما هي نفس المنطقه. ما حدش غنى زيها بالمناسبه. والله طب الحمد لله انها عجبتك يعني. لا هي جامده جدا يعني، بتهيألي هي دي اغنيه السنه بالنسبه لي. يا رب ربنا. بس انا بسال سؤال، هي المسج، هي الاغنيتين دول مش رسائل بنبعتها لبعض لانها تبقى لا مصيبه؟ لا 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 مفيش رسائل. بص اولا محمود ذكي ورضا ذكي جدا، وانا بشوف ان النجوميه مسؤوليه برضه. هو اكيد فاهم ان الناس، عارف اللي هو ايه، الناس مفكره ان رضا يعني بالبلدي كده بيدب في محمود ومحمود بيدب خالص. الاثنين اخوات وحبايب، وانت كمان في اول حلقه قلت ان الاثنين اتصالحوا مفيش حاجه ما بينهم. طبعا. طيب هو ايه المستفاد؟ انا بشوف ان الجمهور هو المستفاد عامه يعني. انا فاكر برضو لا انا شايف في الواقع دي الجمهور مش مستفيد. ليه؟ لان احنا بنسمع كلام ما يليقش بنجمين محترمين. طب خليني يعني انا بشوف ان النجم رضا البحراوي ده يوم ما يغني هو والنجم محمود الليثي انا اسمع كلام عظمي يسيح من جلدي، واسمع اغنيه شعبيه من الطراز الاول لها علاقه بالود او بالحب او حتى بالخلاف اللطيف الحنين المؤدب، لكن انا في النص اسمع انا مش شايف لك كارفه كدبه كلها عارفه واللي مش عارف مين يطبل له جاب عيال تعمل والحاجات دي انا مش هقبلها، مش مقبوله من نجمين يعني. انتوا كان الموضوع خلاف او الموضوع صدفه او مفيش بينكم خلاف وبتسالني عن تقييم الاغنيتين شعبيتين موجودين، انا رافض المفردات دي يعني. انت عيل ليفه يعني ايه في الاغنيه؟ انت عيل ليفه دي. وبعض المؤرخين الموسيقيين والشعراء يقول لك اصلها تم هامه الف مسلسل. لا يا سلام، ما عرفتكش انا كده يعني. لا طبعا، يعني انت عيل ليفه دي يعني. انا بعد شويه ابني يقول لي على فكره المدرس بتاعي النهارده قال لي انت عيل ليفه، او انا رديت على المدرس وقلت له اللفظ ده، ده غير مقبول. احنا في دوله بقى عمالين نعيب على بتوع المهرجانات ومش عارفين نقفشهم عشان معهمش كرنهات او بيغنوا على الكمبيوتر من تحت السلم، ماشي. لكن الناس اللي معاها بقى عضويه نقاب وفي نقيب ليهم وفي مصنفات بتشوفهم وفي دوله مراقباهم، لما انا اسمع بشكل علني لفظ ليفه انا ضد الليف. طيب خليني بس اقول لك ان ده جزء من الغنى اللي هو الهجاء، ده معروف في الشعر العربي طول عمره. خلاص. الله اكبر. طبعا ان حد بيهجو حد، اهم حاجه الهجاء ده في ايه؟ هل في اطار في كلمه مسفه؟ الليفه
ما انت ما تمسكليش في كلمه ليه ما امسكش في كلمه هي الاغنيه كم كلمه عشان كلمه ليفا على فكره, على فكرة هو هي كلمه ليفا دي شتيمه شتيمه ايه هو انا لما اجي اقول لك يا ابني انت عيل شراب ولا انت عيل لا هي ليفا شتيمه في ايه شتيمه في ايه ليفا دي لا انا مش عاوز اقف في دي لكن اللي انا عاوز يعني ينفع اقول لك انت عيل خيشه في الغنى طب ما هو شعبان زمان قال لك كداب يا خيشة يعني ايه خيشة ما هو شعبان وقت ما قال كداب يا خيشة كداب قوي دي ما كناش كلنا واقفين بنسقف بس على فكرة اتصنفت والشريط واخد تهريت تصريح للموضوع ده طبعا انا بسأل بقى كلمة خيشة دي مقبولة مقبولة بالنسبة والله بص انا بشوف ان المفردات واللغة يا استاذ محمد بتتغير من وقت للتاني زي ما الابليكيشن دلوقتي اتغيرت انت مش هتجيب شريط كاسيت وتحطه في التسجيل دلوقتي وتسمع خلاص فالمفردات بتتغير الناس كانت بتصبح على بعض بطريقة بقت بتصبح يعني انت يرضيك انت كشاعر الشاعر صلاح عطية يقول لك احول في من ضمن المفردات يا دي انت عيل شبشب وانت عارف ان انا عطر وانت لبلب من باب ان هو ده الهجاء على فكرة كون ان انا بدي حرية للناس تعمل ده مش معنى ان انا بعمل ده لا خالص بس انا بقول والله طالما في ليه جمهور وفي اطار برضو اصل الكلمة مش صريحة عارف كلمة ليفة برضو معلش اصل ايه ما قالوش مثلا كلمة يعني مش عاوز اقول لفظ بس الخلاصة برضو عشان نعدي النقطة دي انا هخليك تعديها بس سؤال قول. هل يا ترى لو ما كانتش موجودة كانت قللت من الاغنية ما كانتش نجحت الاغنية طب هل يا ترى لو الجملة دي مش موجودة كان عمر كمال ومحمود الليسي ما لمعوش بالاغنية دي كانوا هيكسروا بيها مصر هي القصة كلها بس مش ده اساس الغنوة على فكرة مريه اساسا لا خالص طب ايه اساسا الغنوه مش اساسها كلمه عيل ليفا ده بالعكس ده هو في البدايه بيقول لك اخوك يشرف بلده يا كذا وكذا وكذا كويس. انا شايف ان الاغاني اللي بتعبر عن الشخصيه ان انا اللي جامد وانا ما يهمنيش الخيانه دي وانا اقوى من مش عارف ايه وكذا وكذا على فكره هو انت محتاج حد يطبطب عليك ويقول لك انت على فكره انت جدع وجامد انا بشوف ان الحاجات دي هي المهدي اللي بيسموها ايه بقى في اللحظه دي هو التنميه البشريه خد بالك بس دي بطريقه شعبيه هو التنميه البشريه بيقول لك ايه عشان تتغلب على الصعاب دي بيقول لك لا انت تقدر تؤدي المستحيل واكتر هو هنا بيقولها لك بيوصلها حسب لغه الخطابه بتاعتك. ينفع تقول لنا كده لكن ينفع عشان تثبت لي او تقول لي انك قوي وتقدر تقلل من الطرف الثاني فتقعد تهينه من منطق انت خيشة انت شبشبية انت ليفة اختار بعض المصطلحات اهجم فيها على الطرف الثاني وانا في النص سنة والاطفال بنردد الكلام ده بس خلينا نقول ايه احنا مش في خناقة هي الناس بتنبسط والناس كانوا بيخشوا زمان لبعض هتخش لقافية ويقعدوا يقولوا هو مش عارف احميك في كنكة عشان هو شغال اهواجي اقصد ان الحياة ابسط من كده خلينا يعني ايه ما نحملش الامر يعني زي ما كان بيقول لك ايه سلامتها ام حسن ده ام حسن دي مصر انت بتحمل الامر ليه؟ سلامتها ام حسن ست معتقده في الدجل والشعوذه والحسد والبخور فقاعده تعمل مش عارف ايه وهو كله من عند ربنا انت فاهمني؟ فانا اقصد ان بلاش نحمل الامور يعني زي ما قال لك لو لعبت يا زهر دي بتدعو للكسل والناس ما تشتغلش وتستنى الحظ ايه ده؟ الغنوه بتبسط الناس ما تحملهاش طاقه واللي يقول لك مش عارف البورصه وقعت بسبب غنوه ايه؟ بس انا كنت هقف بقى عند لو شقلطت يا زهر واتزقلطت في الحله فبعض الكلمات ما حدش قال كده ما قال لي ما احنا انا خلاص الاغنيتين عدوا وبالمناسبه مش هيعيشوا على فكره هو مش شرط الاغاني تعيش لا الاغاني السليمه لا خالص اللي مواصفاتها سليمه تعيش انا عايزك والدليل انك استشهدت بقى لو لعبت يا زهر ما هي دي لو لعبت يا زهر حاجه بيسموها ايه فلتة مش فلتة هي لا هي اغنيه طبيعيه منطقيه نزلت في توقيت سليم وربنا شلها التوفيق تمام ابص روحي فجاه بتاعت المرايه بتاعت عبد الباسط 2009 وعايشه لحد دلوقتي معموله كلام ولحن وحاجات تمام الاغنيه اللي حاصله دي او النوع ده من الاغاني اللي ليه شكل من اشكال الصراعات والله ما هتنجح يا استاذ محمد يعني مثلا محمود الليسي دلوقتي في مجمل افلامه الفيلم الجديد اللي نازل الفيلم فيه 7 كلمات مثلا هو ايه المطلوب من الفيلم هو الفيلم قال لك اخراج يوسف شاهين هو الراجل بيبسط الناس انت داخل تنبسط تفرغ هموم كفايه الهموم على راي محمد هنيدي في الفيلم بتاعه بيليا ودماغه العاليه لما دخل السيما ولقى اكشن وبتاع فقال لا يعني قول لابوك صاحب السيما ده يشغل افلام تفرفش الناس تعبانه موافق خلاص يعني دلوقتي انت عايز تسمع كاظم الساهر في وقت معين لا موافق على وجهه نظرك ان الفيلم يبقى في اغاني من النوع ده ايوه فيها كلام من النوع ده ايوه او اصعب من الكلام من النوع ده ايوه انا موافق عليك يا محمد سامي طيب اللي مش موافق عليه ايوه ان انا اصدر
اغنيه معموله للشارع معموله للناس دي مفرداتها يا استاذ محمد. ما هو غنوه الفيلم بتنزل الشارع هي كمنانه دي كانت غنوه ايه؟ غنوه فيلم. هو البيضه ولا الفرخه؟ لا مش بيضه ولا الفرخه. الفيلم نزل الاول ولا الاغنيه الاول يا استاذ محمد؟ هي كمنانه دي مش نزلت في فيلم اسماعيليه رايح جايه 97؟ سمعناها الاول ولا شفنا الفيلم الاول؟ انت شفت الفيلم وبعد كده سمعناه. ما احنا قلنا الزمن اتغير بقى، الابلكيشن دلوقتي اتغيرت. يعني انت دلوقتي بتعمل برومو، هل زمان كان فيه برومو؟ انت دلوقتي بتعمل برومو بتشوق الناس اللي هي تتابعك. ما البلاتفورم دلوقتي اللي موجوده أيوة. اللي هي الاغاني، يوتيوب وابلكيشن الاغاني وسبوتيفاي وما شابه، بنسمع عليها الاغاني. حلو. انا النهارده لما تيجي تقول اغنيه وليكن ها بحبك يا حمار، تمام، وهي ريليتد لفيلم ابلح، تمام. لكن لو انت فجاه مصدر لي اغنيه انا بحبك يا حمار في الشارع كده ده 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 غير مقبول. انا بشوف ان الكليبات اصبحت فيلم مصغر، وده من بدري مش من دلوقتي على فكره. يعني انت تقدر تقدم اي رساله في اي كليب انت عايزه، وعندنا امثله كتيره جدا من ايام. يعني مثلا لو خدنا المونولوجات اللي عملها الاستاذ ايمن بهجت قمر مع الفنانه ابو الليف في انا مش خرنج ومستهون بالستات يا اخويا، انا بشوف ان ده فيلم مصغر. ايه المانع؟ ولازم نتحط في اطار فيلم مثلا. طب على فكرة ما هي الغنوة هي حدوتة من البداية والنهاية، أنا عايز أقدم رسالة من خلالها. نقطة ومن أول السطر على لسان الأستاذ الشاعر الكبير صلاح عطية ومحمد سامي. كان في خلاف بين رضا البحراوي وفي خلاف بين محمود الليسي، والحمد لله الخلاف انتهى. في ناس في النص كانت بتزايد وبتشعل العلاقة دي وبتأجج الصراع اللي بينهم، ومعروفين عند الاتنين، عند محمود الليسي وعند رضا البحراوي وعند طارق عبد الستار مع حفظ الألقاب للجميع. كله عارف مين اللي كان بيأجج الصراع ومين اللي كان بياكل عيش في النص ومين اللي اتصل بفلان قال له الحق فلان عمل فيك ايه والحق كل التصرفات دي. يعني سيبوا الناس تحب بعض، وسيبوا رضا ومحمود الليسي يجيبوا جنب بعض، دول وجهة للأغنية الشعبية، سيبوهم يغنوا، ربنا ينجح الجميع، ربنا يوفق الجميع ويرزق الجميع. رضا في حته ومحمود في حته والاثنين ناجحين والاثنين بيشتغلوا. الناس اللي في النص اللي بتاكل عيش مش عايزين تصطادوا في الماء العكر، ارجوكم ابعد عنهم. معايا دقيقتين لصلاح عطيه مع حفظ الالقاب. محمد سلطان عملت معاه نجاحات مصر كلها الحمد لله. هتجنن ان انتوا بقالكوا شويه مش شغالين مع بعض، وانا مش عارف هل يا ترى انت مش لاقي له كلام ولا هو ما بيتواصلش معاك، المشكله فين؟ لا بكل بساطه، واكيد الناس القريبه مننا عارفه ان احنا بعد كدابين الزفه في نفس السنه في 2018 احنا بطلنا نشتغل مع بعض. ليه؟ بص خليني اقول يعني ايه، في كلام ما بيتقالش، لكن هو نصيب يعني ايه لحد كده. لكن انا في حد او مش حد، ده ناس كتيره يعني مثلا. فتقول لي هو لو محمد كلمك، على فكره انا في عز ما كنت زعلان مع محمد وما بنتكلمش، لما والدته الله يرحمها توفاها الله انا رحت عزيته. مقصود ليه؟ لان محمد اخ بجد، يعني ربنا عالم جوايا ايه. لكن انا مش الشخص بقى اللي هو ايه ان انا اتكلم ويلا عشان نشتغل وبتاع. اعمل ده ليه بقى؟ لا انت بنقصد. انا اعمله ليه طالما اللي قدامي خلاص؟ ما احنا نكحنا مع بعض. الراجل لو محتاج صلاح عطيه خلاص. قصدي ان صلاح عطيه كشاعر ومحمد سلطان كمطرب جيد جدا، انتوا الاثنين ربنا بعت لكم كيمياء في النص. انا اللي صعبان عليا اني انت كده كده بتشتغل وهو كده كده بيشتغل بالزبط. انا كواحد من جمهوركم، وانا جمهوركم فعلا، انا واحد بستمتع باغانيكم، ارجوكم ارجعوا اعملوا لنا انتوا الاثنين الطبخه اللي كنا بننبسط بيها. يعني عايز اسمع اولاد لذينة تاني انه والله يا استاذ محمد برضو انت الاول كتر خيرك ان انت طرحت الموضوع ده، بس صدقني والله العظيم انا من جوايا قسما بالله ما عندي اي حاجه. خلاص كانوا حبه زعل وراحوا لحاله وكان شيطان ودخل وخلصت. انا بالنسبه لي لو محمد عايز صلاح عطيه، خد بالك يعني انا بقول لمحمد دلوقتي، لو محمد سلطان عايز صلاح عطيه إيه، لا ده انا اهلا وسهلا، ده انا اعمل واعمل احلى من اللي فات كمان. لكن لو هو بقى مش عايز صلاح، لا هو بيحب فعشي. وانا بحبه في الله، محمد سلطان اخويا وبيحب كل الناس والله، وانا بحبه في الله وبتمنى له خير الدنيا وبفرح لما يعمل حاجه حلوه، لان هيفضل الشغل اللي ما بيننا ولا انا هقدر اشيل اسمه من عليه ولا هو هيقدر يشيل اسم صلاح عطيه من عليه، وكان ما بيننا عيش وملح. واحنا خد بالك احنا من بلد واحده وناس فلاحين برضو نعرف الاصول قوي. فاذا كان حصل خلاف وراح لحاله وكان شيطان انت عارف الزعلان ما بيشوفش، صحيح واخد بالك. فانا يعني لا انا ما عنديش اي مانع خالص. سلطان حبيبي واخويا وكان ما بيننا عشره، ويا رب اللي جاي يكون خير ان شاء الله. رقم واحد في الاغنيه الشعبيه مين؟ الغنوه
اللي يعمل غنوة حلوة هو ده رقم واحد، لكن ما عندناش واحد متسيد. لو انت هتدي سفير الاغنية الشعبية لحد يطلع يخاطب بها العالم بره يقول لهم ان في اغنية شعبية موجودة في مصر، تختار مين؟ لا ما مش هنضحك على بعض، حكيم طبعا، يعني حكيم، حكيم يعني حكيم عالمي مع احترام الكل ده ومسيرته الفنية. تحبه؟ انا يا راجل انا كنت بغني في البلد مسميني حكيم تو، يعني الناس اللي هتشوفني عارفة صلاح عطية كان زمان كان اسمي حكيم تو، يعني عامل دكتوراه في حكيم وبموت فيه. تبعت رسالة لحكيم لو هو قدامك تقول له ايه؟ اقول له وحياة سيدنا النبي يا حكيم، يا ابو احمد، يا الصعيدي، يا جدع، انا بحبك في الله. واللي بيحصل او حد بيوصل لك ان انا بغلط او كذا، الصفحة بتاعتي موجودة والبوستات. على فكرة النقد بمحبة دم للاهتمام، ممكن الواحد يتجاهل اي حدث وما يجيبش سيرته خالص، لكن محبة الحكيم، لا حكيم يستاهل اكتر من كده، لان مش هيجي زي حكيم تاني. ربنا يديك الصحة وتفضل كده زي ما بيتكتب أسد مصر. آخر كلمات أغنية صلاح عطية قبل ما يجي النهاردة كان كاتبها، كان كاتبها امبارح، كان كاتبها أول امبارح، إن شاء الله كوبليه واحد، كنت كاتب إيه وكنت ناوي وإنت بتكتبه تدي لمين؟ بص هو بالفعل إحنا مع أحمد عامر في غنوة جديدة، خليني أقول برضو إنتاج هاني فؤاد اللي عملنا كلام كبار مع الأستاذ مجدي القاسم برضو. دي كانت اخر حاجة اللي هتنزل ان شاء الله احمد عامر بامر الله، فمش عاوز اقول حاجة منها، بس خليني اقول كلمتين من غنوة احمد شيبة الجديدة. عم احمد عامل حاجة لاحمد شيبة، نازلة ان شاء الله قريب يا رب. على يا شيبة يا جامد، خلي بالك شيبة ده العيش، شيبة ده انت بتجري في الدم. احمد شيبة بالنسبة لي هو، انت عارف عم احمد، انت عارف انت بالنسبة لي ايه، واحمد شيبة ده لو بقيت نجم الكوكب او ما بقيتش نجم الكوكب، انت بالنسبة لي الادب والاحترام والجدعنة، فربنا يرزقك وامك ودعوتها تقعد لك بحاجة يا النبي. حاجة انا بشوف ان احمد شيبة هو امتداد لعم احمد عدوية. ايوه بامان، ده حقيقي، يعني صوته مع احترام لكل اخواتنا. لا صوته لو بتكلم في صوت مجدي طلعت، مجدي طلعت طبعا، لا لا. من الله يرحمه، من الريحة دي الله يرحمه طبعا. ومش عاوز ننسى والنبي يا عم مجدي الشربيني، من الحاجات اللي الحلوة قوي يا شربيني العالم. ده عملت مع حلقة كسرت طبعًا بيها الدنيا طبعا. طب قول لي بقى الكلام اللي انت، لا مش هقول كلام كتير، انا هقول الكلمتين اللي عم احمد حطهم بوست، ولما تيجي تعمل سيرش بالكلام اللي هو كتبه هتلاقي بوستات كتير قوي. قول اللي هو يا محدثين نعمة مش دايما والنعمة، بس يا محدثين نعمة مش دايما والنعمة. في ناس بتجيلها كده عارف اللي هو مستجد لسه جديد عليه، على فكرة مش دايما، فيعني انت تتقي ربنا. ولا مش كده، مش عاوز احرق كلام منها، لان هو عم احمد هو الكلمتين اللي اعلن عنهم دولت اللي مصرح ان انا اقول عنه. انا بشكرك، شرفتني ونورتني، وعلى وعد بلقاء تاني، لان احنا اتفقنا انا والاستاذ صلاح عطية نعمل حلقة كل شهر، كل شهر ونص نعمل فيها كشف حساب الاغنية الشعبية. يعني هنيجي هنا نقعد نقول مين عمل ايه، غنى ايه، كلمات مين، الحان مين، حلوة ولا وحشة، عملت انتشار شكله ايه، فرقت في الاغنية الشعبية ولا لا، علت من رصيد المطرب ولا لا. ده كشف حساب هنقدمه كل شهر ونص، هو هيجيلي متبرع بالمجهود وبالبحث عشان نقول لحضراتكم الاغنية الشعبية راح فين. هيغنوا حلو هنشيلهم على دماغنا، هيغنوا وحش والله ما عندنا اي غضاضة ان احنا فريق قانوني يعمل بلاغات للنائب العام وشكاوى في النقابات والمصنفات، وما عندناش اي مشكلة. في الاخر احنا عايزين مصلحة بلدنا وولادنا، وان الاغنية الشعبية ترجع مكانتها زي ما كانت. بشكرك جدا جدا، شرفتني ونورتني. ده انا اللي بشكرك يا استاذ محمد اني الاتاحه الفرصه العظيمه دي، وطبعا هكون سعيد لو اتكررت طبعا. وخليني برضو واحنا بنختم نقول ان الفن اتعمل عشان الناس تنبسط، مش عاوزين خلافات ولا حاجه، خلي الناس كلها تنبسط وكلنا اخوات وزمايل. واتمنى الناس وهي بتسمع الغنوه اللي ما تعجبكش خلاص وقفها وشوف اسمع اللي يعجبك. صحيح. بس خليني اقول لحضراتكم في نهايه حلقتنا النهارده، وانت بتتمنى السنه الجديده تيجي اوعى تقول انا نفسي في سنه جديده. انا مش عايزك تقول كده، انا عايزك تقول انا نفسي في ناس جديده، في اخلاق جديده، نفسي في سنه قديمه بريحه زمان، بجدعنه زمان، بالناس اللي كانت بتحب الخير لبعض. اوعى تقول انا مستني سنه جديده وعندك امل ان اللي جاي خير في الناس، الخير هيبقى فينا وفي اللي فات. اتمنى الناس بتاعت زمان ترجع لك، اتمنى الوقت بتاع زمان يرجع لك، اتمنى الخير اللي كان جوه الناس يرجع لك، فتلاقي ناس تسمع لك،
فتطبطب وتسندك وتعدلك على طريق ربنا. قول يا رب، قول يا رب ارزقني بأولاد الحلال، قول يا رب رجع لي ناس زمان. كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة سعيدة عليكم، واستنونا إن شاء الله هنعمل حلقة خاصة جدا إن شاء الله نعرضها لكم ليلة راس السنة. أتمنى لكم يوم سعيد، وبشكر الأستاذ محمود النجار والأستاذ أيمن الورناني، وبشكر الأستاذ طارق كوبك وكل اللي شاركوا في حلقتنا النهاردة. وببعض تحية لأولاد الشهر الكبير صلاح عطية، بقول لهم يا رب أشوفكم دكاترة وأشوفكم مهندسين وأشوفكم أحسن أولاد في الدنيا. أسيبكم في رعاية الله، تصبحوا على ألف خير.